إننا نفخر بمنجزاتنا منجزات المواطنين والمواطنات في مجالات الابتكار والعلوم، ونولي التعليم جل اهتمامنا اللي يكون نوعيا يعزز المعرفة والابتكار، ونعمل على بناء أجيال تتمتع بالتميز العلمي والمهارات العالية وتحظى بكل الفرص لنيل تعليم رفيع. موهبة تنمو وتثمر لتكون الحلم الذي يتحقق والإنجاز الذي يبقى. رايتنا خفاقة بإنجازاتنا، ترتفع بفخر مع كل نجاح يسجل باسم هذا الوطن العظيم. إبداع يتوهج يضيء الطريق لكل من يسعى ويجتهد ليخطو خطواته بثقة نحو السحاب. من هنا تنطلق الحكاية، عقول مبدعة تصنع التحول وترسم ملامح المستقبل. في السعودية نحلم ونحقق.